الآن أدعو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لازم أتوجه بالشكر يعني الشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. كل يوم بيمر الواحد بيزداد فخر الحقيقة بالنادي الأهلي والانتماء لهذا الصرح الكبير، يعني كيان عظيم ويخليك دايما رفع راسك إن شاء الله دايما بإذن الله. خلوني في البداية أرحب بالمهندس إبراهيم العرجان رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سينا، يعني الحقيقة ضيف عزيز جدا علينا وسعداء بوجوده معانا في النادي الأهلي. وبنرحب بكل السادة الحضور، بنرحب بالإخوة الإعلاميين والصحفيين. يمكن على مدار الفترات اللي فاتت احتفلنا بشراكات كتير مع كيانات كبيرة جدا ساعدنا بالتعاون معها، لكن النهاردة شراكة من نوع خاص، شراكة وطنية قبل ما تكون استثمارية، وقبل ما مندور على اي مكاسب مادية. صحيح احنا دايما بنسعى ان احنا نزود مواردنا لان احنا مصاريفنا كتير جدا، وزي ما قلت قبل كده النادي الاهلي دلوقتي 4 مقرات، جزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد، التجمع، عندنا 19 لعبة تقريبا، ونمثل مصر وبلدنا في منتخبات تقريبا معظم الألعاب وبنسبة كبيرة جدا جدا من اللاعبين والأعضاء بتوعنا. كل ده محتاج مصاريف، فاحنا إذا كانت الناس شايفة إن احنا بنعمل نجاحات في الشراكات ولكن ده مش كفاية، احنا محتاجين زيادة عن ده عشان خدمة وطننا في إن احنا النشأ الصغير منتخباتنا إزاي ندعمها، أعضائنا وجماهيرنا إزاي نسعدهم. ولكن احنا عمرنا ما نسينا دورنا أو دور النادي الأهلي تجاه بلده وتجاه وطنه، وده الشيء اللي بيخلينا بنعتز دايما بالانتماء للنادي الأهلي وبنكون فخورين بنادينا اللي دايما بيخلي مصلحة بلده قبل أي شيء. النهاردة احنا بنعلن عن شراكة، أو نقدر نقول أو تقدر حضرتك تقول تحالف استراتيجي بين مجموعة شركات النادي الأهلي والعرجاني جروب. قبل ما أتكلم عن شركات وكيانات النادي الأهلي الخمسة، عايز أتكلم عن المهندس إبراهيم العرجاني وشركة أبناء سينا والعلاقة اللي جمعت بين النادي الأهلي وهذه الشركة الوطنية اللي الحقيقة اللي هي عملت وأنجزت كتير جدا من المشروعات القومية. وعايز أحكي لحضراتكم من سنتين تقريبا، يعني كان عندنا مشكلة في جراج فرع مدينة نصر، وكانت الأمور متعطلة، مش بس مدينة نصر، مش بس الجراج، كمان السور اللي على الشارع الرئيسي. ساعة أحكي لكم حكاية كده الحقيقة يمكن يعني حضراتكم سمعوها مني، يعني ساعة 6:10 الصبح، 6:10 صباحا لقيت تليفون من سيد رئيس الديوان، قال يا كابتن محمود الرئيس بيمر، سيادة الرئيس بيمر، والرئيس انتوا ليه طريق النصر اللي هو شارع الرئيسي اشتغلتوا وعملتوا حاجة كويسة جدا، البوابات والأسوار، ليه بقى طريق النصر اللي هو الرئيسي ده ما اشتغلتوش فيه؟ فشرحت ان احنا عندنا يعني ما نقدرش نشتغل فيه علشان في فدانين جوه ليهم علاقة بمطار ألمازة، ما ينفعش ان احنا نعمل اي مباني فيه.
دقيقتين ورجع لي قال لي اشتغل بكره. قلت له يا فندم يعني ما يعني ما حدش هيوقفنا؟ قال لي الرئيس بيقول لك اشتغل بكره. فده الحقيقه يمكن موضوع تاني برضو. قلت له طب يا فندم احنا عندنا الاسوار اللي احنا فيها مدينه اللي هي الجزيره والبوابات كان في برضو مشكله صغيره. فحكيت له عليها. ربع ساعه ورجع قال لي اشتغل بكره. خلص بكره. هنا الحقيقه يمكن كنت عاوز اشكر سياده الرئيس لان الكلام ده بقاله متعطل بقاله سنوات طويله جدا. وخاصه الجراج بتاع مدينه نصر. واحنا على طول الحقيقه بعد توجيهات سياده الرئيس كل الاجراءات والتراخيص الخاصه باسوار النادي تخلص. يعني ده توجيهاته الحاجات دي كلها تخلص. وجراج النادي الاهلي لازم يخلص لان كان في مشكله كبيره جدا للاعضاء. زي ما هنا عندنا مشكله برضه هنشوف نحلها ازاي باذن الله. واحاول اتكلم برضه مع المهندس ابراهيم ازاي نحل مشكله الباركنج هنا الجراج هنا. طبعا هنا مفيش مكان. نحلها ازاي هنفكر يعني. المهم احنا اتحركنا طبعا على طول عشان ننجز اسوار النادي والبوابات ونعيد بنائها مره تانية ونعمل الجراج. وعلى فكره بقى مشكله الجراج دي كان بقالها حوالي زي ما قلت حوالي 20 سنه. واعضاء النادي في مدينه نصر بيعانوا مش لاقيين مكان. لكن باذن الله زي ما تم هناك ان شاء الله يتم هنا ان شاء الله. وزي ما احنا اتحركنا بسرعه الحقيقه لقينا الاسرع مننا. الاسرع مننا لقينا تحرك اسرع واستجابه اكبر من الدوله من خلال احدى الشركات الوطنيه. وعلى راسها الحقيقه رجل محب لبلده ومحب للنادي الاهلي هو المهندس ابراهيم العرجاني. وقال احنا جاهزين نخدم النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وهننجز مشروع جراج في وقت قياسي. وهنا برضو الحقيقه احنا طبعا بنتعاقد مع شركه من الشركات الوطنيه من خلال الاجهزه بتاعتنا يعني انها هي اللي بتبني. وهم من هم بيشتغلوا مع الجهاز. واشتغلوا واسمح لي بقى المهندس ابراهيم يعني اقول لي رقم ان 30 مليون جنيه لكن ما خدوش اي مقابل ما خدوش فلوس يعني. فلما وصل المشكله للمهندس ابراهيم قال لهم انتوا واقفين عشان ايه؟ دي توجيهات سياده الرئيس وده النادي الاهلي. الموضوع يخلص فورا من غير ما تاخدوا ولا مليم. يخلص الموضوع وبعد كده نتحاسب. فده الحقيقه كنت لازم اقول الكلام ده لان الكلام دوت حق لازم يروح لاصحابه يعني. وبالحقيقه برضو يعني شركه ابناء سينا يعني ما اتكلمتش زي ما قلت كده في اي فلوس. وبصينا لقينا الحقيقه شغل عالي جدا او زي ما بيقولوا كده على قدم وساق وليل ونهار وتم انجاز المشروع. مش مشروع بس الجراج. في مشروع تاني برضو لابناء سينا بتقوم بيه شركه ابناء سينا وهو مشروع المدرج. يعني كذا مشروع مدرج الخاص بالملعب الرئيسي بقطاع الناشئين في مدينه نصر بكل مشتملاته. مش بس مجرد يعني مدرج تحتيه غرف ملابس وتحتيه لاعبين وحكام وطعام واجتماعات وجيم وكل حاجه. وكمان في مشروع حمام السباحه في المعلمين برضو الشركه ماسكاه. وكمان في الجيم الخاص بالشيخ زايد ان شاء الله اللي هيخلص قريب جدا باذن الله. لكن كل ده احنا بنتكلم يعني معنى كده الشراكه مش النهارده او العمل من النهارده. احنا بقالنا دلوقتي اكتر من سنتين بنشتغل مع بعض كويس. وحقيقه الواحد لقى من التعاون لشركه العرجاني جروب التعاون الكامل او من شركه ابناء سينا يعني. لكن هنا بقى انا عايز ارجع بيكم لنقطه يعني نقطه البدايه اللي انا اتكلمت فيها وهي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى فكره زي ما انا قلت مش بس مشروع الجراج. انا حكيت خلاص مشروع الجراج وكل المشاريع. لكن كان في توجيه كل ده كان في توجيه واضح من السيد الرئيس انه يخلص. والحمد لله خلص. والحاجات الباقيه اللي موجوده باذن الله هتخلص في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. يعني وبرضه هنا الحق لازم يقال. الحقيقه ان السيد رئيس الجمهوريه سياده الرئيس
لما بيشوف اي مؤسسه، وده كلام انا لمسته عن قرب يا جماعه، عشان كده حكيت الحكايه دي، لما بيشوف اي مؤسسه محتاجه مسانده ما بيستناش دايما، وبيحب السرعه في الاجراءات، ما بيحبش الدنيا تبقى بطيئه. الناس سهلوا لهم، خلوهم يشتغلوا، خلي الناس تنجز، خلي الناس تجري، يعني ده كله ده في صالح بلدنا. وكمان عنده رغبه ان كل حاجه يتم انجازها زي ما قلت بسرعه، والحقيقه وطموحه لبلده وشعبه، هو دايما بيفكر في الاثنين، البلد وشعبه. زي الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، المؤكد ان الراجل بيبذل اقصى جهد، والمؤكد انه بيعمل كل حاجه وبيتحرك في كل الاتجاهات علشان البلد. هنا بقى دورنا احنا ايه؟ دورنا احنا لازم كلنا نبقى واقفين مع بلدنا ومعاه، ونساند، لان دي في النهايه بلدنا كلنا، ونساعد بعض ونتكاتف وندعم مصلحه بلدنا. وباذن الله مصر كبيره، كبيره جدا باذن الله، ومصر هتعدي كل التحديات اللي احنا بنتعرض ليها. وكمان خلي بالكم، يعني لما يكون بقى في فرض، احنا كلنا يعني اللي متجوزين ولسه بقى ان شاء الله اللي متجوزوش يتجوزوا يعني باذن الله ويخلفوا، فاحنا كل واحد فينا عنده اسره، الاسره دي فيها 2 3 4 افراد الاسره، يعني الاب والولي الامر بيبقى دايما يعني كل شغله او شغله الشاغل ازاي يحقق يعني الطمأنينة، وازاي يحقق السعادة لأهل بيته، ازاي يحقق ده. ما بالنا بقى بواحد مسؤول عن 100 مليون، ممكن يكون بيفكر ازاي، ممكن يكون بينام ازاي. فلازم نكون مقدرين هذا الامر، ولازم برضو نقدر الضغوط اللي عليه عاملة ازاي. عايز ارجع لحضراتكم، مع حضراتكم بقى لمشروعنا النهاردة. مشروعنا النهاردة هي الشراكة والتعاون بين شركات الاهلي الخمسة، هم 4 شركات ومؤسسة الاهلي المجتمعية، شركة الاهلي لكرة القدم، شركة الاهلي للانتاج الاعلامي، شركة الاهلي للمنشآت الرياضية، شركة الاهلي للخدمات الرياضية، ومؤسسة الاهلي المجتمعية. وبرضو العرجاني جروب عندهم مؤسسة خيرية كبيرة، ان شاء الله يكون في تعاون بيننا، ان احنا عايزين نصل برضو لأهالينا في كل منطقة وفي كل محافظة، ازاي نصل كنادي اهلي ويتواجد النادي الاهلي، علشان النادي الاهلي ده دوره دور الوطن، يتواجد في المحافظات ويتواجد عند الاكثر احتياجا، ونحاول نكون موجودين، نحاول الناس يعني نقدم لهم خدمات. احنا كنا بندور حقيقة على مطور عقاري، اعتقد مش هنلاقي افضل من مجموعة العرجاني جروب. كل كيان بقى من الكيانات اللي انا اتكلمت فيهم، الخمس شركات بتوعنا، هيكون في تعاون بينها وبين العرجاني جروب، سواء في مجال الحقوق التجارية او تأمين المباريات او المنشآت الرياضية او الخدمات السياحية وحاجات تانية كثيرة جدا. يعني احنا مثلا النهاردة داخلين على كاس العالم للأندية، ربنا يا رب يوفق بإذن ولادنا ويشرفوا، يعني يكون ان شاء الله في شيء جيد لبلدنا بإذن الله. يعني عندنا جمهورنا محتاج يسافر، شركة سياحية، شركة هالة السياحية، العرجاني جروب مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية، أعتقد إن هما الاثنين متفقين إنهم بيرتبوا، هيعلن عنها قريب جدا إزاي ترتيب السفر والحجوزات وكل حاجة بإذن الله. ده كبداية بالنسبة لبداية الحقوق ما بين الشركات أو التعاون ما بين الشركات مع بعض. يعني طبعا احنا سعداء جدا الحقيقه بهذه، انا كنت عايز اتكلم اكتر من كده، بس طبعا احنا سعداء جدا بهذه الشراكه وبنعتز بيها، وبنشكر المهندس ابراهيم العرجاني اللي الحقيقه كان حريص جدا على تفعيل هذا التعاون وباقصى سرعه ودق باذن الله. يعني خاصه وان مجموعه العرجاني جروب حصلت على الحقوق التجاريه للاهلي في المغرب، اللي انا كنت لسه بتكلم على حضراتكم او مع حضراتكم فيها. دي بداية، لكن ان شاء الله اللي جاي هيكون في تعاون اكبر باذن الله بين النادي الاهلي متمسك في شركاته الخمسة والعرجاني جروب. والاهم بقى يا جماعة من كل ده ومن اي يعني شراكات تجارية ومن اي حاجة، بلدنا ده الاهم،
الأهم بلدنا مصر. هي إن شاء الله بإذن الله ربنا يحفظ شعبها وأهلها من كل سوء بإذن الله، ودايما في تقدم وازدهار. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لكم جميعا.